الاعتدال هو الموازنة كل أنواع التطور. من تشهر صار أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها وصلت إلى حدود الوقاحة الكبرى أن يعتبر العراق هو جزء من الأمة الفارسية. استغراب ورفض لكلام مستشار الرئيس الإيراني عن عودة بلاده إمبراطورية عاصمتها بغداد. أنا تقريبا شلت من المركب زنطولة شمبرين نفخ، أنا شلت حوالي 25 وشي حوالي 30 جثة. غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية وعلى متنه مهاجرون لبنانيون وفلسطينيون. براميل متفجرة على مدينة تلبيسي. مجزرة أسدية في تلبيسة بريف حمص وفصائل المعارضة السورية تقتحم حندرات في ريف حلب. صباح الخير. عشية الجلسة الانتخابية الجديدة المحدد موعدها غدا لا شيء جديد على خط هذا الملف، على الرغم من كلام النائب ميشيل عون بعد لقائه الرئيس نبيه بري عن تقدم بسيط في البيت الوطني على صعيد الاستحقاق الرئاسي. في هذا الوقت برزت اتجاهات واضحة إلى ترتيب بعض الملفات الملحة التي سيواجه مجلس الوزراء استحقاقاتها تباعا اعتبارا من جلسته الخميس. أما أمنيا فقد باشرت القوى الفلسطينية تحضيرات عملنية للبدء بتنفيذ خطة أمنية بما يشمل تباعا نشر قوات أمنية فلسطينية مشتركة في عدد من المخيمات بدءا من مخيم المية ومية وصولا إلى مخيمي برج البراجني وشتيلة في بيروت. وفي هذا الإطار كشف القائد العام للقوات الأمنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح للمستقبل أنه أخذ الضوء الأخضر من القيادة الفلسطينية لتعميم نموذج القوة الأمنية المشتركة الموجودة في عين الحلوة على كافة المخيمات في لبنان بالتنسيق والتواصل مع السلطات اللبنانية. وقد أكد المقدح العمل على أن تكون المخيمات عاملا مساعدا للخطط الأمنية التي تنفذها الدولة اللبنانية. أثار تصريح مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني علي يونسي سيلا من الأسئلة المدوية بعدما قال إن بلاده أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا وأن كل منطقة الشرق الأوسط إيرانية. وفيما لاقى هذا الموقف الاستغراب والرفض رأى فيه البعض انعكاسا للطموح الإيراني المستمر لبسط نفوذه في المنطقة. تقرير شرب العبود. إيران اليوم أصبحت أمبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا كما في الماضي. هذا الكلام لعلي يونسي مستشار الرئيس الإيراني يأتي على وقع تطورات ميدانية حيث تواصل الجمهورية الإسلامية تدخلها العسكري المباشر في العراق وسوريا إلى جانب تدخلها السياسي في دول أخرى كان آخرها اليمن. هذا الكلام يعكس طموحا إيرانيا تاريخيا بجعل المنطقة ساحة للنفوذ الفارسي. مش المرة الأولى اللي بيعبروا المسؤولين الإيرانيين عن حقيقة المشروع الفارسي في المنطقة، لكن ربما السيد يونسي عبر هذه المرة بطريقة وقحة وصلت إلى حدود الوقاحة الكبرى أن يعتبر العراق هو جزء من الأمة الفارسية أو من النفوذ الإيراني أو جزء من إيران جغرافيا وتاريخيا، ويظهر أنه لا يعرف تاريخ بغداد ولا يعرف تاريخ هذه المنطقة ويعتبر أن كل أراضي أو دول يمكن أن يصل إليها الإيراني تصبح تحت سيطرته وتحت حكمه. المشروع الفارسي واضح في المنطقة ويستهدف إقامة سلطة وبسط سلطته على كامل المنطقة العربية. ومع استمرار التمادي الإيراني في المنطقة يشدد متابعون على ضرورة وضع استراتيجية عربية في مواجهته. فعلا نحن بحاجة إلى استراتيجية كاملة على امتداد الوطن العربي لمجابهة هذا الغزو الإيراني وتجند لها الإمكانيات اللازمة العسكرية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والموقف الدولي المناسب. أنا بعتقد هناك يعني نوع من
تراخي دولي تجاه هذا الغزو الفارسي للمنطقة العربية، وفي أحيان كثيرة نرى نوع من المساعدة الضمنية لهذا الغزو كما حصل في العراق. قبل الإسلام أنشأ الفرس أمبراطوريتهم التي حكمت دولا عدة في المنطقة، واليوم يسعى الإيرانيون من جديد إلى تحويل المنطقة إلى ولايات خاضعة لمرشد الثورة في طهران. يبدو أن اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والعماد ميشيل عون في عين التين أمس تناول إلى جانب الاستحقاق الرئاسي اتجاه بري إلى الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب قبل نهاية آذار الجاري، وهو الأمر الذي يستوجب إطلاق مشاورات مع الكتل المسيحية النيابية الأساسية نظرا إلى موقفها المتحفظ من عقد جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي. كما رشحت معلومات عن تناول بري وعون موضوع تعيين أعضاء جدد للجنة الرقابة على المصارف، وقد لفت عون بعد اللقاء إلى أن الاستحقاق الرئاسي اجتاز بعض المراحل متحدثا عن تقدم بسيط في هذا الملف. هناك تقدم بسيط على صعيد الاستحقاق الرئاسي، هكذا صرح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون بعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التين. عون بحث مع بري الأوضاع العامة في البلاد. المواضيع في منها بيتعلق بقوانين بمجلس النواب، في منها بيتعلق بالحكومة، في منها بيتعلق بالانتخابات، انتخابات الرئاسية اللي قطعت بعض المراحل وإن شاء الله تتكمل على خير. في تقدم بسيط على الصعيد الاستحقاق، هلا بصرف النظر مين وكيف، بس الاستحقاق عم يقرب. وفد من لقاء بيروت الوطني عرض مع الرئيس بري أوضاع العاصمة التجارية متمنيا إعادة النظر ببعض التدابير الأمنية التي تتيح عودة الحركة إلى الوسط التجاري خصوصا في محيط مجلس النواب. قد وعد الرئيس نبيه بري باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر بمثل هذه التدابير، وكلف النائب محمد عباني بمتابعة هذا الموضوع مع قائد سرية مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة. الرئيس نبيه بري كان متفهما للوضع الذي تعانيه منطقة الوسط التجاري، وأبدى تعاطفا مع أصحاب المصالح والمحلات والمؤسسات التي اضطرت للهجرة. بري استقبل أيضا وفدا نسائيا برئاسة السيدة رندا بري، ووعدهم بأن أي قانون انتخابي جديد في لبنان لن يصدر من دون اعتماد كوتا نسائية. أوضحت مصادر في القوات للمستقبل أن مسودة ورقة أعلان النوايا التي سيصار إلى تسليمها اليوم إلى الرابي، وستكون الأمور مرهونة بجواب العماد عون على الملاحظات القواتية الأخيرة، لافتة إلى أنه في حال انتفاء الحاجة إلى مزيد من الملاحظات والتنقيحات على المسودة فسيبدأ العمل مباشرة على خط التمهيد لولادة إعلان النوايا. كشف النائب وليد جملاط في حديث لصحيفة السفير عن أن أيار المقبل سيكون شهر تسليم مقعده نيابي في الشوف إلى ابنه تيمور، مشيرا إلى أن الرئيس نبيه بري وعده بإجراء الانتخابات الفرعية في أيار بعد تلاوة كتاب استقالته في مجلس النواب، على أن تتم الانتخابات في الشوف وفي جزين للمقعد الشاغر بوفاة النائب حلو، وفي زغرتة في حال استقال رئيس أيار المردة سليمان فرنجية من النيابة لإفساح المجال أمام ابنه توني. كما كشف جملاط عن أنه سيدلي بإفادته أمام المحكمة الدولية في حزيران المقبل وسيتجنب الإسهاب في الكلام. غموض يلف مصير لبنانيين وفلسطينيين كانوا على متن قارب يقل مهاجرين غير شرعيين غرق بينما كان متجها من ليبيا إلى إيطاليا. تقرير معتصم حميده. هكذا كان المشهد قبل غرق هذا القارب قبالة السواحل الإيطالية قادما من ليبيا. هاجر على متنه لبنانيون وفلسطينيون من مخيم عن الحلوة ومناطق مجاورة له بطريقة غير شرعية. والله العظيم وما تقسم بالله، أنا تقريبا شلت من المركب زطولنا شمبرين نفخ، أنا شلت حوالي 25 وحوالي 30 جثة. إنها شهادة أحد الناجين من الحادثة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي سرعان ما انتشر صيتها في المخيم حتى جرى التأكد من نجاة 7 من أبنائه، فيما لا يزال صلاح محمود المحمد مفقودا
ومحمود الطاهر الذي تحدثت ابنة عمه ورفيقه عن أسباب هجرته. محمود ما في خبر عنه. ما في خبر نهائيا؟ من ضيقة المخيم، من الضغط اللي صاير بالمخيم، من قلتش الأشغال هاي اللي عم بتصير. يعني بيطلع هالأوضاع اللي هون عنا، ولا أشغال ولا أمان، كل يوم بيموت واحد، عنشان هيك طلع عم بيطلع، عم تهرب العالم. وفيما الغموض يسيطر على مصير اللبنانيين، أكدت مصادر في وزارة الخارجية لتلفزيون المستقبل أنها تواصلت مع السلطات الرسمية الإيطالية، لكنها لم تتلقى معلومات مؤكدة عن وجود اللبنانيين من بين المفقودين أو الناجين. وفي شتى الأحوال هي ليست الحادثة الأولى التي يقع فيها اللبناني ضحية العبور من أزقة العوز والفقر الضيقة إلى متنفس الحياة الواسعة، فالعبارة الأندونيسية شاهدة على وفاة 17 مواطنا من عكار قبل نحو سنتين. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. أزمة كلية إدارة الأعمال في طرابلس مستمرة. في ملف العسكريين المخطوفين، أكدت مصادر لتلفزيون المستقبل استمرار كل من الشيخ مصطفى الحجيري وأحمد الفليطي بلعب دوريهما في الاتصالات بهذا الملف. هذه الاتصالات يطلع عليها أهالي المخطوفين من الوزير وائل أبو فعور في اجتماع مقرر بينهما اليوم. تقرير سلمان العنداري. 8 أشهر صاروا كتار، وحل انه يخلص الملف. في ساحة رياض الصلح يرفض اهالي المخطوفين العسكريين الانباء المتضاربة التي يتم تداولها في بعض وسائل الاعلام والتي تحدثت عن وقف المفاوضات وتعثرها، فالمعلومات تشير الى عودة التدخل القطري التركي بقوة للدفع قدما في هذا الملف واستمرار الحكومة في جهودها. المفاوضات على الأقل من ناحية الدولة اللبنانية ومن ناحية المفاوض اللبناني والموكل واللي هو اللي واقع بس إبراهيم، لا ما واقف شيء أصلا، ولحد هلأ بإذن الله المفاوضات شغالة، يمكن تكون بمطرح مغطاية أو سرية أو شيء، بس لا ما أنا واقف أبدا. خلال مطلع الأسبوع المقبل رح يكون في ممثل قطري رح يطلع جود رسالة يبحث بموضوع المطالب أو إلى آخره. نحن كمان بنقول إن شاء الله هالشيء يكون صحيح. نحن كان عنا اتصال حتى باللواء عباس ابراهيم والوزير وائل ابو فعور، طمنا انه لا ما في شيء واقف والملف واقف ماشي ومثل ما لازم وزياده. مصادر معنيه نفت لتلفزيون المستقبل الكلام عن تجميد دور كل من الشيخ مصطفى الحجيري واحمد الفليتي في المفاوضات، واكدت استمرارها بلعب دور الوسيط في الاتصالات الجاريه. وكان سبق هذا النفي تصريح لرئيس بلدية عرسال علي الحجيري أعلن فيه عن توقف وساطة الشيخ الحجيري وأحمد الفليتي في ملف العسكريين، لأن قطر وتركيا دخلتا على الخط وهما قادرتان على تأمين طلبات الخاطفين بشكل أفضل من الأفراد. يذكر أن أهالي العسكريين المخطوفين سيلتقون الوزير وائل أبو فعور الثلاثاء، ومن المتوقع أن يطلعهم على أجواء الاتصالات الجارية والجهود التي تستمر الحكومة في بذلها. ذكرت صحيفة النهار أن المعطيات التي كانت في حوزة وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تفيد أن ملف العسكريين المخطوفين قد تحرك في الاتجاه الإيجابي انطلاقا من المفاوضات على خط الاتصالات مع جبهة النصرة فقط وليس مع تنظيم داعش. سلكت الوصفة الطبية الموحدة مسارها التنفيذي لتصبح واقعا في متناول المواطن. تقرير غنوة أبو دلي. بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تعديل المادة 42 من النظام الطبي، وقع وزير العمل سجعان أزي على تعديلات الصندوق فيما خص الوصفة الطبية الموحدة، وبناء عليه فإن الضمان الاجتماعي يدفع ثمن الدواء والمواد الصيدلانية التي يصفها الطبيب المتعاقد مع الضمان، وصار يحق للصيدلي أن يصرف إلى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جينيريك غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان. وبذلك بشرت نقابة الأطباء بالخطوات العملية لوضع الوصفة على السكة. لا يتبقى شيء من المسار إلا طبع الوصفة في المطبعة، بس قد بتاخد جمعة، أسبوع، أسبوعين، شهر، ما بعرف،
بدنا نطبع الوصف. أنا حكيني نهار السبت مع الوزير العمل وقال لي إنه خلص بده يمضي التنين، ودغري اتصلت بالمطبعة وقلت له بلش حضر، وعم بيحضر يعني بكرة جاي لعنا لحتى نحط آخر نقاط قبل الطبع. سلمتها للمطبعة يلي رسيت عليها وقت استدراج العروض بالعهد السابق. الوصفة الطبية دخلت مسارها القانوني، ولكن يبقى كل شيء جديد في بدايته مستغربا. هذه هي حال الأطباء. الوصفة الطبية يلي هي شيء جديد عند الأطباء، أكيد مش الكل موافقين عليها، مش الكل بيردوها، في كثير انتقادات. إنما صدر قانون حسننا بآلية تطبيق القانون، طبقنا، بدنا نطبق القانون، ما فينا نقول لا يعني. وبعدين بنشوف شو فينا نحسن أكثر من حسن لحتى ترضي الكل. مش لازم نحكم على الاشياء قبل ما تتطبق، وخصوصا انه شايفتيها شيء جديد. يعني بالعالم كله ما في وصفه طبيه الا ببلد واحد بسوريا، وهلا بلبنان. هول بلدين بالعالم كله فيهم وصفه طبيه. بدنا ننطر شوي لحتى نشوف شو كيف بدها هالوصفه تتطبق، كيف بدها تتطور، شو بدها تحسن عند المريض. أما في الشمال حيث بدأ تطبيق الوصفة الطبية منذ كانون الثاني الماضي، غير أن هذه العملية اعترضتها مشكلة أساسية تمثلت برفض صندوق الضمان الاجتماعي القبول بالوصفة، بالرغم من التزام المرضى بها حسب ما أكد نقيب الشمال إلي حبيب في اتصال مع تلفزيون المستقبل. وبانتظار التزام الجميع بالقانون المعدل، فإن الانتظار ينسحب أيضا على نتائج اجتماع نقابة الأطباء في بيروت والشمال مع وزير الصحة الخميس المقبل. تتواصل أزمة كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في طرابلس مع رئاسة الجامعة اللبنانية، والطلاب يعتصمون للضغط من أجل تعيين مدير يستوفي شروط التوازن المتعارف عليها. استنكارا لما وصفوه باللامبالاة والمماطلة من قبل رئيس الجامعة اللبنانية لعدم تعيين مدير أصيل لكلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث بطرابلس، نفذ طلاب الكلية اعتصاما رافعين يافطات تندد بتوقف الدروس منذ 5 أسابيع. وقد انضم إلى المعتصمين أساتذة من الفرع، إضافة إلى طلاب من مختلف فروع الجامعة اللبنانية في الشمال. ندعو رئيس الجامعة وعميدها إيجاد حل الأزمة وعودة الحياة الدراسية إلى الكلية، وفي حال استمرار المماطلة سنقوم بتصعيد تحركنا. ونحن من اليوم إذا بيصدر قرار هلا مستعدين نفوت على الصفوف ونعلم، ونحن مستعدين للتعاون مع هذا الأمر الواقع بانتظار الحل. وحتى تحقيق مطالبهم بتعيين مدير يستوفي شروط التوازن المتعارف عليها سيستمر الطلاب بتحركهم. وتتابعونا بعد الفاصل. السيسي يؤكد أن القوة العربية لن تتعارض مع التحالف الدولي. التي فاجأت العالم في ميادين فرنسا بالأمس القريب. في سوريا قتل العشرات بينهم 4 أطفال في قصف لقوات النظام بالبراميل المتفجرة على تلبيسة بريف حمص. براميل متفجرة على مدينة تلبيسي. مجازر نظام بشار الأسد مستمرة بلا رادع، وجديدها ما ارتكبته طائراته في تلبيسة بحمص، حيث قتل عدد من المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء. من جهة أخرى قضى مدنيون وجرح عدد كبير في غارة جوية للطيران الحربي على مصفات نفط محلية في قرية المنبطح التابعة لناحية تل أبيض في ريف الرقة الشمالي قرب الحدود مع تركيا. كما نفذ الطيران الحربي 4 غارات على مناطق في جرود القلمون الغربي، بينما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في مدينة الزبداني، وقتل عدد من المدنيين في دومة بينهم طفل من جراء البراميل المتفجرة. وفي دمشق نفذ الطيران غارات عدة على مناطق في حي جوبر الذي يشهد منذ 4 أشهر قصفا جويا مستمرا واشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعومة من حزب الله وفصائل المعارضة. كذلك كثفت كتائب الأسد غاراتها على مناطق في بلدة سلمة ومحيطها بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي. وفي المقابل اقتحمت فصائل المعارضة بلدة حندرات الاستراتيجية في ريف حلب الغربي، ودخلتها بعد سيطرتها على 3 تلال تحيط بها.
أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمسي من بغداد هزيمة داعش بالتزامن مع اشتداد المواجهات الميدانية على أكثر من جبهة في العراق. إن تحقيق أهداف حملة التحالف الدولي ضد داعش يحتاج إلى صبر استراتيجي والتنظيم سوف يهزم. الكلام لرئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمسي بعيد وصوله إلى بغداد في زيارة مفاجئة. ديمسي الذي التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي أوضح أن التحالف الدولي يتوخى الحذر في استخدامه القوة الجوية لتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. وتأتي زيارة ديمسي القصيرة بعد أسبوع على بدء القوات العراقية أكبر هجوم تشنه ضد داعش لاستعادة مدينة تكريت والمناطق المحيطة بها. في هذا السياق اقتحمت قوات الجيش مدعومة بمسلحي العشائر بلدة ناحية العلم القريبة من تكريت ورفعت العلم العراقي فيها، فيما تدور مواجهات شرسة في جبهات عدة من محافظة صلاح الدين. تزامنا بدأت قوات البشمركة الكردية بدعم مكثف من طيران التحالف هجوما ضد التنظيم في مناطق جنوب كركوك وغربها، حيث استعادت السيطرة على عدد من القرى ودفعت بعناصر داعش للانسحاب من أكثر من موقع. من جهة أخرى استهدف داعش بسيارة مفخخة فوجا من الجيش الحكومي، فيما تحدثت معلومات عن قتل التنظيم 20 شخصا مناهضين له في بلدة الحواجة أيضا في محافظة كركوك لنيتهم الانضمام إلى الفصائل التي تقاتله. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القوة العربية المشتركة لن تتعارض مع دور المجتمع والتحالف الدولي لمواجهة الإرهاب وأنها تهدف إلى حماية مقدرات الدول العربية من خطر الإرهاب. وشدد السيسي في حوار لشبكة فوكس نيوز الأمريكية على أن أمن الخليج يعد خطا أحمر بالنسبة لمصر، وأضاف أن مكافحة الإرهاب في المنطقة تتطلب تعاونا عربيا وثيقا مع الدول الصديقة كالولايات المتحدة والدول الأوروبية، موضحا أن مصر جزء لا يتجزأ من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد أعرب عن قناعته بأن تشكيل قوة عسكرية أمنية عربية مطلوب الآن وبإلحاح، وذلك في افتتاح أعمال الدورة العادية الجديدة لمجلس وزراء الخارجية العرب التي التأمت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. على وقع الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة بمشاركة دول عربية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، عقد وزراء الخارجية العرب دورتهم الجديدة في مقر الجامعة في القاهرة. الأمين العام للجامعة نبيل العربي شدد في الجلسة الافتتاحية للدورة على ضرورة النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة للتدخل السريع لمكافحة الإرهاب والمساعدة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة وتوفير الحماية للمدنيين. وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة الذي تولت بلاده رئاسة الدورة لفت إلى أن الدول العربية تتعرض لمخاطر أمنية من المتشددين، وفي مقدم هذه المخاطر الكبيرة والحقيقية التنامي الخطير والمقلق للإرهاب والفكر المتطرف. من جهته أكد وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أن مواجهة التنظيمات الإرهابية جويا ليست كافية، لهذا اختار الجيش اللبناني المواجهة المباشرة في الميدان، لافتا إلى أن الجيش بحاجة إلى دعم عسكري واستخباراتي ومالي. وعن اللاجئين السوريين أوضح باسيل أن عبء أزمتهم في لبنان بات يفوق طاقاته الاستيعابية. من جانبه وصف ممثل الجزائر في الدورة التحديات الأمنية بأنها غير مسبوقة، فيما أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن بلاده تحارب نيابة عن الدول العربية كلها والتي يهدد الإرهاب استقرارها وأمنها. بدوره أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن الحاجة ملحة لتنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددا على أهمية رفع الحصار عن غزة ودعم بلاده للحل السياسي للأزمة في ليبيا. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. وصلت إلى حدود الوقاحة الكبرى أن يعتبر العراق هو جزء من الأمة الفارسية. استغراب ورفض لكلام مستشار الرئيس الإيراني عن عودة بلاده إمبراطورية عاصمتها بغداد. أنا تقريبا شلت من المركب زطولنا شمبرين نفخ، أنا شلت حوالي 25 وشي حوالي 30 جثة. غرق قارب قبالة السواحل الإيطالية وعلى متنه مهاجرون لبنانيون وفلسطينيون. براميل متفجرة على مدينة تلبيسي.
مجزرة أسدية في تلبيسة بريف حمص، وفصائل المعارضة السورية تقتحم حندرات في ريف حلب. نهاية النشرة، إلى اللقاء. الاعتدال هو مواجهة كل أنواع التطرف. من 3 شهور صاروا